صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم. واول حواراتنا النهارده في هذا الصباح معانا يعني اثنين من طلاب الصيدله الشباب، هم طبعا مسؤولين في اتحاد طلاب الصيدله وليهم دور مهم في الفتره الاخيره في التوعيه المجتمعيه بدور الصيدلي، وتحديدا بيشتغلوا كمان على التوعيه في المنظومه الصحيه بشكل عام. كان في مؤتمر مؤخرا عقد لاتحاد طلبه كليات الصيدلة في مصر، وركزوا فيه على ضرورة التدريب للصيادلة وان هم يكون ليهم دور مؤثر اكتر ومبني كمان على يعني المعلومات ودورهم اللي المفروض يتخرجوا بيه من كلية الصيدلة، ازاي يكون الصيدلي قادر يتعامل مع على سبيل المثال الروشتات، ازاي كمان الاطباء يساعدوه في صرف الروشتات بشكل واضح، وافكار مختلفة عشان نوصل لهذا الهدف هنتعرف عليها من ضيوفنا مشرفينا في الاستوديو. علياء محسن محمد عباس نائب رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدله، صباح الخير علياء. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. واسراء خالد عبد الحكيم مسؤول العلاقات الخارجيه بالاتحاد المصري لطلاب الصيدله، صباح الخير اسراء. صباح النور. طيب نبتدي معاكي علياء، يعني عرفينا دوركم اللي بتمارسوه من خلال وجودكم في الاتحاد طلاب كليه الصيدله، والمؤتمر الاخير كان بيناقش ايه تحديدا؟ هكلم حضرتك من البدايه خالص. الاتحاد المصري لطلاب الصيدله هو اتحاد احنا موجودين في 34 جامعه مختلفه، كنا بادئين بست جامعات وصلنا لحد دلوقتي ب 34. احنا بنمثل اكتر من 5000 طالب صيدلي. احنا بنشتغل على اسبكت مختلفه زي مجال الصحه العامه، مجال اللي هو الشغل على التبرعات بالدم والبلازما عشان نوصل للاكتفاء الذاتي، بنشتغل على طالب صيدله وتطوير مهنه الصيدله بشكل عام، وبنشتغل على التبادل الطلابي بحيث ان احنا نكون بنخرج الطلاب من مصر بره ياخدوا الخبره في حاجه زي كده، وبنستضيف ناس من بره برضو يكونوا في مصر بياخدوا خبره الشغل على مجال الصيدله. طيب قبل ما نكمل كلامنا هنروح لتقرير عن المؤتمر الدولي السابع للصيادله العرب ونرجع تاني نستكمل حوارنا في لسه. في اطار العمل على توفير خدمه علاجيه ودوائيه امنه والعمل على تاهيل وتدريب الصيادله كاحد المحاور المهمه للمنظومه الصحيه، كشف المسؤولون المعنيون خلال المؤتمر الدولي السابع للصيادله العرب عن اهم التحديات التي تواجه مهنه الصيادله وكيفيه العمل على تطويرها وفقا لاحدث النظم العالميه بهدف احداث طفره نوعيه في هذا المجال الحيوي. بنطرح موضوعات في غاية الأهمية، منها دور الصيدلي في الطب الشخصي للمرضى، منها أيضا إزاي نحسن إدارة الدواء في المستشفيات، وإزاي نقدر نحد من الأخطار الدوائية العلاجية في المستشفيات من خلال الدور المحوري لهذا الصيدلي، لأن بيحصل على تعليم عالي ممتاز فلازم يكون له إمباكت أو تأثير في علاج المرضى، لأنه هو الحقيقة هو خبير الدواء وهو حائط الصد الأخير ضد أي أخطاء في الدواء أو في الخطة العلاجية الدوائية. اليوم حقيقة نبين ونوضح بالدراسات والأدلة المعيارية التي أثبتتها كثير من الدراسات العربية والأجنبية أن الرعاية الصيدلانية التي يشرف عليها الصيدلي هي السبيل الوحيد لتقليل الأخطاء الطبية وتعزيز سلامة ومؤمنة الخدمة الصحية وتقليل التكاليف والحذر في الموارد المالية خاصة ما يخص جانب الرعاية الصيدلانية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية. جانب آخر وهو كما نشهد الآن في الطوارئ والحوادث والكوارث العالمية بما فيها الزلازل يتبين دور الصيدلي. بنؤكد على مبدأ ان الصيدلي جزء من المنظومة مش بيعمل لوحده، احنا مركزين على بعض الاخطاء المهنية اللي بتحدث نتيجة لفقر التواصل بين مقدمي خدمة الرعاية الصحية اللي بينتج عنها اخطاء علاجية بتأثر على الصحة العلاجية للمريض. جمعنا مجموعة من هذه الاخطاء الشائعة وبنستعرضها النهاردة وبكرة في المؤتمر إن شاء الله لدراسة كيفية التغلب عليها وتفاديها. كما تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض أحدث الأبحاث والمستجدات للارتقاء بمهنة الصيادلة وتقليل الأخطاء الناجمة عن سوء الاستخدام للعلاج ودور الصيدلي جنبا إلى جنب مع الكوادر الصحية في توفير العلاج المناسب والآمن للمريض. في الحقيقة يعني تم تحقيق العديد من النجاحات في تطوير منظومة الصيدلة داخل
نظام التأمين الصحي الشامل، تبدأ طبعا بتعزيز الصيدلة الإكلينيكية والإدارة السليمة للدواء وأيضا الممارسة الإكلينيكية السليمة. كل هذه المفاهيم هي طبعا مفاهيم حاليا أصبحت دستور عمل لمهنة الصيدلة داخل هيئة الرعاية الصحية. طبعا احنا دائما مش بننظر للدور الصيدلي فقط على انه مسؤول عن صرف الأدوية والوصفات الطبية، ولكن ايضا بننظر ان له دور كبير جدا جدا في تعزيز الأداء الإكلينيكي داخل المستشفيات، ودوره طبعا مهم جدا في تقليل التكلفة الناتجة عن الأخطاء الطبية لصرف وصفات طبية بشكل غير سليم. كل الإصدارات بتاعتنا فيها جزء متعلق بسلسلة الإمداد وبالدواء وبالصيدلي، فالصيدلي عنصر أساسي وفعال في منظومة الصحة في مصر عموما وفي منظومة التأمين الصحي الشامل. وزي ما قلت لحضرتك إن احنا عندنا إصدار تم اعتماده من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، الإصدار ده متعلق باعتماد الصيدليات. جه الوقت إن احنا نطلع جرادويت او خريجين صيدله يقدروا يتعاملوا مع الابلكيشن ديت، لانها تعود بالنفع على حل المشاكل كلها الصحيه اللي موجوده دلوقتي. في مشاكل كتير وداتا اناليسيز وكده هتحلها لنا زي ما بنقول بابلكيشن صغير. اعداد وتاهيل الصيادله العرب وفق المستجدات العالميه في المجال الصحي باعتبارهم احد المحاور المهمه بالمنظومه الصحيه، هدفه توفير خدمه علاجيه تلبي طموحات المواطن العربي اينما كان. محمد حلمي، النيل. نرجع تاني لضيوفنا في الاستوديو، وإسراء خالد عبد الحكيم مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة. إسراء، كلمينا عن دور اتحاد طلاب الصيدلة في مصر بشكل عام. في مصر بشكل عام احنا يعني هدفنا الاساسي في الاتحاد المصري ان احنا نكون بنخرج طالب واعي بما فيه الكفايه ان هو يقدر يكون بيتحمل دوره على مستوى مصر عموما، سواء من ناحيته المجتمعيه او من ناحيته المهنيه. احنا عندنا اوريدي لجنه اصلا بتهتم بدور الصيدلي عموما، مهتمه بالتعليم والحاجه اللي بتتقدم له، وده باين من خلال الحاجات اللي احنا بنعملها عموما، زي اخر مؤتمر احنا عملناه استبندائي او خطوه على الطريق، كنا بنحط فيه الصيدلي على اول خطوات ان هو يبقى عارف ايه الكاريرز بتاعته، ايه المجالات اللي يقدر يكون بيشتغل فيها وممكن يكون بيروحها ازاي. بصراحه معانا حاجات كتيره جدا بتساعد طلبه صيدله في ان هم يكونوا بيعرفوا المفروض يكونوا بيعملوا ايه، والمجالات المختلفه اللي مش محصوره في مجال او اتنين، احنا عندنا 23 مجال. الاتحاد المصري بيسهم في ان هو يكون بيعرف الطالب في كل الحاجات اللي ممكن يكون بيعملها. ايه المقصود ب 23 مجال؟ يعني ايه ابرز يعني المجال؟ احنا عندنا مثلا الكوميونتي فارماسي اللي هو الصيدلي، الصيدليه المجتمعيه عادي جدا اللي احنا كلنا بنلجا لها دي، جاست هو مجال واحد بس من المجالات اللي احنا نكون بنتعامل فيها. عندنا مجالات ثانيه جدا كتيره جدا زي الكلينيكال فارماسي، الشخص اللي هو الدكتور اللي بيبقى الدكتور الصيدلي اللي بيبقى موجود في المستشفى غير الصيدلي بتاع المستشفى نفسه. في الاندستريال ان هو بيكون بيشتغل في المصنع، في المصنع ده اصلا بيتدرج تحته كاريرز كتيره جدا، سواء ان هو يكون بيهتم بالكواليتي الدواء اللي بيطلع او كل الحاجات دي كلها. فدي كلها مجالات طلبه صيدله بيكونوا محتاجين يعرفوا اصلا ايه هي، فاحنا في المؤتمر ده بنحطهم على بدايه الطريق ان هم يكونوا عارفين ايه الكاريرز اللي هم ممكن يكونوا بيعملوها. طيب نرجع تاني علياء، وعلياء نائب رئيس اتحاد طلاب الصيادله في مصر. علياء، كنت بتتكلمي عن المؤتمر اللي عقد مؤخرا، الحقيقه ده المؤتمر الثاني. ازاي المؤتمر بيشتغل على تطوير دور الصيدلي، وازاي كمان اختلف دور الصيدلي وتطور طول السنين اللي فاتت؟ يعني خليني ابدا في البدايه، اسود جامعه الاهرام الكنديه لاستضافه المؤتمر ده عندها للسنه يعني للمره الثانيه على التوالي. يعني المؤتمر ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا بنجيب صحفيين وناس كتير عشان نعرفهم الانجازات والحاجات اللي احنا عملناها خلال الفتره اللي فاتت كلها. احنا كنا مخلصين ايفنت ستوندوي خطوه على الطريق في نسخه ال 15، ده اللي بنشتغل فيه على طالب صيدله بحيث ان احنا نطوره في مجالات الصيدله زي ما اسراء اتكلمت، وعليه هو بشكل خاص بحيث ان هو يكون قادر ان هو يفت في مجالات سوق العمل في المستقبل قدام ان شاء الله. يعني طيب علياء، احنا يعني مفهومنا عن الصيدلي والتعامل معاه يمكن شويه معتادين انه بيخرج عن طبيعه دراسته او طبيعه تدريبه كصيدلي، ايه هو الدور اللي المفروض يقوم بيه، وايه الصوره الذهنيه اللي عندنا المفروض نصححها واحنا بنتعامل مع الصيدلي؟ احنا برده حاجه زي كده اشتغلنا عليها، واشتغلنا على البيشنت كونسلنج بحيث ان احنا نوعي بدور الصيدله
وان الناس لما بتيجي الصيدليه تكون بتسال الصيدلي على ايه بالظبط، ايه دور ان هو يكون بيعمله في الصيدليه، ان هو يكلمهم و يعني هو الخط الاول ليهم، ان هو يكون يفهمهم الامراض اللي عندهم، الدواء اللي بياخده ده يكون بيتعامل معاه ازاي. ويشتغلنا كمان على حاجه اسمها الروجيتات المطبوعه، ويطلعنا ترند حاجه زي كده عشان نخاطب المسؤولين عشان نتجنب المشاكل اللي بتحصل من الروجيتات المكتوبه. كنت فعلا بتتكلمي قبل الحوار انه محتاجين ان احنا نغير ده، لانه الروشتات المكتوبه بتكون كتير مش مفهومه بشكل صحيح، وده بيتسبب طبعا في مشاكل وصرف ادويه غلط. طيب في تجاوب مع الفكره او الاقتراح ده؟ ده حقيقي. بدانا ان احنا اصلا يعني احنا بنتارجت الناس عامه، بننزل اوفلاين يعني، وبنتارجت الصيادله كمان بحيث ان هم يكونوا بيشتغلوا معانا على حاجه زي كده. وبدانا ان احنا نكون بنجمع تاثير الروشتات المكتوبه، وان شاء الله هينزل نتائج حاجه زي كده قريب عشان يبان تاثير الروشتات المكتوبه على صحه الناس، والروشتات المطبوعه تكون بتحل المشاكل دي بشكل عام. طيب اسراء، ده المؤتمر الثاني كان مؤخرا، ده ثاني مؤتمر لاتحاد طلاب كليه الصيدله، يعني بتختاروا موضوعات المؤتمر على اساس ايه، وازاي اتطورتوا من المؤتمر الاول الى المؤتمر الثاني؟ بنختار الموضوعات على اساس المشاكل اللي احنا بنواجهها حاليا في المجتمع الصيدلي عموما. فزي ما عليا قالت، هو احنا اكبر مشكله اصلا بنواجهها دلوقتي هي مشكله الروشتات المكتوبه. احنا كنا طالعين ترند الروشتات المكتوبه خطر، وعملنا بحث كامل عن حاجه زي كده، جمعنا فيه كل الحاجات اللي ممكن تكون بتواجه يعني المشاكل اصلا اللي بتواجه الروشتات المكتوبه واثارها السيء عموما على المرضى نفسهم، وان هم المفروض نفسهم هم يكونوا واعيين بما فيه الكفايه ان دي حاجه بتشكل خطر عليهم. فاحنا كل سنه بنحاول نشوف ايه القضيه المشكلة اللي احنا بنواجهها ونبدأ ان احنا نناقشها، وفعلا بالفعل يعني اخر مؤتمر لينا احنا ناقشناها فيه، وكان معانا ناس كتيرة جدا بتسبورتنا، سواء هيئة الدواء المصرية او في بعض الوزارات كمان بتسبورتنا في حاجة زي كده. طيب نرجع تاني علياء ونتكلم تاني عن دور الصيدلي وتوضيح اكتر وتفاصيل اكتر. الصيدلي مش دوره ان هو يكتب روشتة او يوصف علاج او دواء لمريض بيوصف له اعراض معينة، وده الحقيقة التعامل الخاطئ اللي كتير مننا ممكن يكون بيقع فيه. ده حقيقي. دور الصيدلي زي ما قلت لحضرتك ان هو بيكون خط الاول للمرضى عامة، ان هو يتكلم معاه ويفهم منه ايه المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهه، يصرف له الدواء ويتابع معاه الدواء ده بيتاخد ازاي والحاجات دي كلها. ممكن كمان يساعده انه بيعرفوا الاثار الجانبية للدواء، ممكن يأثر معاه ازاي، او بيوضح له التركيبة الدوائية. ده حقيقي. وهو ليه الحريه في ان هو يقول اللي كان الدواء ده مثلا فيه حاجه اسمها دراج دراج انتر اكشن، ان هو بيتفاعلوا مع بعض ولا لا، ينفع ده يتصرف مع ده، لان هو المختص الاول في حاجه زي كده في مجالات الادويه عامه. واحنا مش بس مقتصرين على وجود الصيدلي كصيدلي، يعني احنا بننزل مع حملات التبرع بالدم وحملات البلازما، عندنا ايفنت غايث بحيث ان احنا بننزل على حاجات هيومانتيريال وتبرعات وحاجات انفايرومنتال، اللي هو احنا برؤيه او يعني بحلول 2024 نكون زارعين 3000 شجره، برؤيه 2030 نكون واصلين الاكتفاء الذاتي في التبرع بالدم والبلازما والحاجات دي كلها. يعني دور توعوي كمان بالصحه العامه، الحفاظ على البيئه، مش بس كده مساله الدواء. والحاجات اللي بتهدد صحه المجتمع بشكل عام، اشتغلنا على اي ام ار انتي ميكروبيال ريزيستنت، اللي هو تاثير المضادات الحيويه، وان احنا ناخدها بشكل مستمر بعد كده في المستقبل هياثر علينا بشكل عامل ازاي، وهيؤدي ان احنا مش لاقيين ادويه نقدر ان احنا ناخدها قدام. صحيح. يعني ما يكونش مناسب للشخص اللي اخذ مضادات حيويه كتير ان هو يقدر ياخد اي مضاد حيوي تاني ويكون فعال معاه، بيكون في عنده كده مقاومه لمختلف انواع المضادات الحيويه. ده هياخدنا لنقطه تانية اسراء، يعني فكره انه الشخص بيلجا للصيدلي لصرف دواء او مضاد حيوي في الغالب زي ما علياء بتقول بدون روشته طبيه. هنا دور الصيدلي في التعامل مع الموقف ده ازاي؟ احنا دور الصيادله في حاجه زي كده، احنا اوريدي بدانا ان احنا نوعي سواء المجتمع او الصيادله نفسهم عن حاجه زي كده اساسا. عموما الناس محتاجه ان هي تكون بتعرف ان يعني مدى خطوره حاجه زي كده عليهم، لان احنا هيجي وقت هو فعلا مش هيكون في اي دواء ليه اي تاثير عموما عليهم. يعني في دراسات اتعملت اوريدي ان الفتره الجايه هيكون خطر المضادات الحيويه هيكون اكتر من خطر الكانسر اصلا. احنا اشتغلنا على حاجه زي كده سواء مع الوزارات، يعني كان معانا كمان الـ WHO كنا بنشتغل معاها على
حاجه زي كده علشان نكون التوعيه دي على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. فاحنا المفروض ان احنا بنوعي الناس بحاجه زي كده علشان على الاقل لما يجي صيدلي يكون بيقول لهم حاجه زي كده ما يكونوش بيبقى في مقاومه مثلا منهم، لا انا عايز مضاد حيوي، لان هم مقتنعين ان المضاد الحيوي هو بس اللي بيكون سبب الشفاء بتاعهم، مع ان ده مش حقيقي خالص. يعني لو نزلنا اي صيدليه سالنا اي صيدلي كميه المضادات الحيويه اللي هو بيخرجها، هم لا بيخرجوا كميات كبيره جدا، لان المرضى نفسهم هم مش مقتنعين بعلاج غير ده. صحيح. فده اصلا يعتبر يعني علاج بالاسم احنا بنسميه سودو سيندروم، ان هم بيفتكروا ان هم كده بيخفوا بس دي مش حقيقه، هم كده بيدوروا نفسهم اكتر. واشتغلنا على حاجات زي كده كثيره جدا، سواء من ناحيه الاي ام ار زي ما قلت لحضرتك مع الدبليو اتش او، وكمان كنا في فتره كورونا كنا اشتغلنا مع وزاره الصحه، ان احنا طبعا الخط الاول للدفاع يعني اتجاه المرضى، كنا شغالين مع وزاره الصحه في حاجه زي كده وقت فتره كورونا. طيب علياء، يعني من خلال اتحاد طلاب الصيادله في مصر، الحقيقه الاتحاد له دور كبير في تدريب الصيادله وتاهيلهم بعد كده لسوق العمل بانهم يؤدوا الدور المطلوب منهم كصيدلي بمجالات متعدده زي ما قالت اسراء. كلمنا عن دور الاتحاد اكتر، خصوصا انه ليه انجاز كمان زي ما احنا عرفنا ومحقق رقم في موسوعه جينيس. هبدا من حضرتك من الاول، احنا بنخاطب طالب صيدلي ازاي؟ عن طريق ان احنا بنعمل مؤتمرات، عندنا مؤتمرين وعندنا مؤتمر خطوه على الطريق كمان اللي هو زي ما قلت لك نسخته ال15، وعندنا ايفنت فوكس. ده بيشتغل على طالب صيدله بحيث ان هو يفهمه مجالات العمل اللي هو هيطلع يشتغل فيها ويشتغل عليه بشكل خاص. بالنسبه لي موسوعة جينيس فدي كانت حاجه احنا عايزين نشتغل عليها واوريدي قدرنا نشتغل عليها في 2014، بحيث ان احنا نزلنا في يوم واحد وخلال 24 ساعه قدرنا ان احنا نقيس لاكثر من 8200 شخص يعني السكر خلال 24 ساعه. حاجه زي كده اثرت علينا بايه؟ اثرت لان المجتمع بقى عارف اهميه قياس السكر بشكل دوري، وان حاجه زي كده احنا بنعاني منها في مصر عشان اللي عنده بيعانوا من مرض السكر كتير قوي في منهم مش عارف، واثرت على طالب صيدله بحيث ان هو جرب حاجه زي كده بنفسه. يعني هو يوم واحد خلال 24 ساعه كلنا نزلنا ببلاد في اماكن معينه، كلنا كنا بنخاطب الناس بشكل واحد عارفين احنا هنقول ايه، فده اكيد اداهم خبره في حاجه زي كده. وبنشتغل على بقيه الايفنتات بنفس الطريقه، بنختار نفس الكلام بنفس الناس اللي بنترجتهم بحيث ان احنا نبقى قادرين ان احنا نوصل المعلومات بشكل سهل وليه. من خلال الاتحاد كمان اسراء، انتوا فزتوا في مسابقه في المركز الاول في مسابقه دوليه لتقديم المشوره الدوليه، وده كان في المؤتمر العالمي الستين في البرتغال. كلمينا عن المشاركه دي وازاي فزتوا كمان بالمركز. هو دي عباره عن البيشنت كونسلنج، ودي زي ما قلت لحضرتك من شويه احنا بنعمل ابحاث عن وبننزل نعمل توعيه اصلا للمجتمع كله على اهميه البيشنت كونسلنج. معناها ان احنا نكون بنتناقش مع الصيدلي، نديله فرصه ان هو يكون بيكلمنا اكتر عن يعني مش جاست ان احنا نكون بندخل له بالروشته وانا عايز الروشته دي خلاص كده، لا الصيدلي ليه دور مهم جدا في ان هو يعرفني الادويه دي ايه جرعتها، طب هل هي صحيحه ولا لا، طب هل في الدوايين دول لو اتاخدوا مع بعض هل هيكونوا بيسببوا لي ضرر ولا لا. دي الحاجه اللي احنا كنا نازلين بيها توعيه الفتره دي، وقدرنا ان احنا نكون بنكسب على مستوى في المسابقه الدوليه اللي كانت معموله في البرتغال. طيب يعني كانت موضوع المسابقه بشكل عام او تقدمت لها المشاركه في المسابقه دي بفكره التوعيه عموما من خلال دور الصيدله. اصلا اهم حاجه ان المرضى نفسهم يكونوا فاهمين اهميه حاجه زي كده عشان يقدروا يكونوا بيتعاملوا مع الصيادله. طيب علياء اخيرا، يعني كلمينا عن التعاون ما بين اتحاد طلاب صيدله هنا في مصر والاتحادات المماثله في دول عربيه ويمكن كمان اوروبيه، وازاي ده يعني بيثقل خبرات طلاب الصيدله عندنا في مصر. زي ما اتكلمت مع حضرتك ان احنا موجودين في 34 جامعه مختلفه، احنا كمان تابعين لـ IBSF الاتحاد العالمي لطلاب الصيدله، ده موجود في دول كتير قوي. يعني قدرنا السنه اللي فاتت ان احنا نستضيف مؤتمر العالمي اللي هو اصلا كل سنه بيتعمل في بلد مختلف، كنا مستضيفينه في اغسطس اللي فات في الغردقه، وكان موجود عندنا اكتر من 400 طالب صيدلي من دول مختلفه قادرين ان احنا نتكلم معاهم ونقدم لهم حاجات خلال ايام المؤتمر بتاعنا. التعامل مع الاتحاد العالمي لطلاب الصيدله ده المسؤول عنه عندنا هو مسؤول التواصل الدولي، دوره ان هو يكون بيقدم لطلاب الصيدله عندنا هنا في مصر اي فرص بيقدمها الاتحاد العالمي بحيث ان هم قادرين يشاركوا فيها ويتعاملوا مع دول مختلفه بثقافات مختلفه ويشوفوا مهنه الصيدله هناك واصله وعامله ايه.
علياء محسن نائب رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، شرفتينا وشكرا جزيلا. نتمنى لك طبعا التوفيق في حياتك العملية ودورك كصيدلانية بعد كده. إسراء خالد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، شرفتينا كمان، بنشكرك وبنتمنى لكم طبعا التوفيق وان انتم يعني تكونوا إضافة كبيرة للصيادلة المصريين، صيادلة محترفين عندهم أكثر تدريب وعي بدور الصيدلي في المجتمع طبعا وأهميته. نشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين معاكم في فقرات هذا الصباح، ابقوا معنا.